محمود، مساء الفل، كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب، كل سنة وحضرتك طيب. يا رب بإذن الله تكونوا موفقين في بطولة المغرب، ويكون عيد سعيد عليكم يا رب إن شاء الله في المباريات المقبلة بإذن الله. إن شاء الله، وعلى الشعب المصري كله إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب، مباراة الأمس وطبعا النتيجة لم أحد يتوقعها، خاصة الأداء كمان كان فيه فرص عديدة. عايز أعرف تعليق الجهاز الفني، الاستعداد كمان لمباراة منتخب مالي، وهي مباراة صعبة جدا خاصة بعد فوز مالي بالأمس على الجابون. والله الحمد لله، طبعا أهم حاجة إن كل اللعيبة سلام، دي أهم حاجة. تمام. زي ما حضرتك شفت الماتش، ماتش غير متوقع بالنسبة لنا. طبعا إحنا نازلين على الفوز والمكسب، أي ماتش هنلعبه بنلعب عليه على المكسب. سوء حظ مش طبيعي، 5 كور في العارضة، أي واحدة منهم كانت قادرة تقلب الماتش. طبعا احنا مسيطرين تقريبا على 80% من المباراه، اداء اللعيبه بصراحه كان كويس برضو. الكره ما بتعترفش غير بالمكسب، ما بتعترفش بالكره الحلوه، انا معاك طبعا في الموضوع ده، لكن اهو ده قدرنا، ودي الكوره ومتعه الكوره ان احنا نشتغل ونستمر في الشغل، عشان ان شاء الله ماتش مالي، لان زي ما انت بتقول هو ماتش صعب مالي، لكن ان شاء الله ربنا هيكرمنا. انا متاكد نشتغلك كويس، جهاز فني، لعيبه، اداريين، كابتن بركات معانا مش سايبنا، معالي الوزير على اتصال بينا يوميا، يعني كل حاجه متوفره والاجواء كويسه بصراحه يعني. بس هو طبعا هي دي كره القدم، ساعات الحظ هيقف معاك، واكيد الحظ مره معاك ومره عليك يعني، فربنا يكرم ان شاء الله في اللي جاي يعني ان شاء الله. طيب، برضه عايز اعرف، يمكن ميكالي حتى امبارح اتكلم مع اللعيبه قال لهم ايه؟ يعني طبعا اكيد ممكن يكون في حاله احباط بعد نهايه المباراه، هل بقى فكره يعني تجديد الدوافع؟ اتفرجوا امبارح على مباراة مالي من الملعب، يعني عايز اعرف الكواليس اللي بعد نهاية المباراة بالظبط يا كابتن. طبعا انت عارف ان بعد المباراة ما حدش بيكلم حد يعني، مثلا في الكورة بالذات، لان كل واحد ممكن اعصابه تبقى الشمال اللي متضايق، اللي زعلان، اللي يعني بتختلف. طبعا اول اهم حاجة بعد كل ماتش وحاجة زي كده كل الناس ارفع راسكم، لسه الدنيا ما انتهتش يعني، مش نهاية الكون يعني، احنا لسه اول ماتش في المجموعة، لسه الامل موجود وكل حاجه يعني، ان شاء الله الحمد لله احنا ما خسرناش يعني. فدي اول حاجه. تاني حاجه، طيب الجهاز الفني بالكامل امبارح كان اول ماتش، كان ماتش مالي بعدين في نفس الاستاد، فالجهاز الفني بالكامل قاعد اتفرج على المباراه في الاستاد، واللعيبه اتفرجت هنا في الفندق. شفنا طبعا الماتش، لكن زي ما بقول لك احنا حاملين لقب وجايين ان شاء الله ناخد البطوله، فهنكسب اي حد، مفروض يكون ده مبدانا، وده اللي كابتن بركات قاله لهم. قال لهم خلاص ارفع راسك، ماتش وخلاص، ان شاء الله ربنا يكرم في اللي جاي، ما فيش مشكله وان شاء الله خير. وانا برضو حتى اتكلمت معاهم، احنا يا جماعه جايين هنا نكسب يعني، ما عندناش حل غير كده، وان شاء الله ونتاهل لباريس يعني ان شاء الله. هل لكم ربنا يسهل يعني والولاد بصراحه. هل لكم تعليق او في شكوى ضد الحكم السنغالي اللي ادار مباراه الامس؟ انا امبارح شفت يمكن في اخطاء تحكيميه، حتى الاعادات التلفزيونيه للقطات ما كانتش واضحه، عشان ممكن الفار يتدخل او ما يتدخلش. يعني لكم تعليق على القرارات التحكيميه، الحكم السنغالي واداره المباراه الامس؟ بص احنا مش هنتكلم على التحكيم، انا طول عمري بقول لهم كده، اللي يكسب يكسب في اي ظرف، في اي موقف، في اي حاجه. طبعا في اكيد التحكيم ده كله الكوره في مشاكل، شويه الفار يبلغنا الفار وقف، شويه الفار رجع يعني، كان في برضه حاجات غريبه، لكن يعني هو ده السماع اللي هنعلق عليها ساعات بتاع امبارح او حاجه. في مشاكل، لكن مش في ايدينا يعني، ما فيش اخطاء كارثيه مثلا او في حاجه، لا 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 يعني الطبيعي. لكن برضه زي ما بقول لك، احنا لازم يكون فكرنا ان احنا نكسب في اي ظروف، في اي مكان، في اي مع اي حكم، لان البطوله جامده وصعبه، والمنتخبات زي ما انت عارف منتخبات افريقيا خلاص ما بقاش فيه فروق جامده زي زمان، لا كلهم عندهم محترفين، وكل فرقه عندها محترفين، وفي السن ده المستويات بتبقى قريبه كمان من بعض يعني، فربنا يسهل في اللي جاي ان شاء الله. اكيد. طيب، انتوا لسه مكملين في طنجه حتى يعني اخر مباراه، 3 مباريات كلهم في طنجه، ما فيش تنقل للرباط؟ لا لا لا، ما فيش ان شاء الله يعني، لا قدر الله لو طلعنا تاني مجموعه هي دي بس الحاله الوحيده اللي هنرجع نروح فيها على الرباط، لكن لو طلعنا اول مجموعه هنفضل موجودين في الرباط ان شاء الله. طيب، النهارده كان في فيديو كونفرنس، وكان هنفضل موجودين في طنجه، لسه موجودين في طنجه الحمد لله. طيب، النهارده كان في فيديو كونفرنس ولقاء مهم جدا لوزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي مع الجهاز الفني واللعيبه والبعثه بالكامل. ابرز الكلام اللي ممكن يكون اتقال من الوزير للعيبه والجهاز الفني، رد الفعل حتى من البعثه بشكل رسمي بوجود الكابتن محمد بركات، عشان التحديات اللي موجوده خلال الفتره اللي جايه؟ هو كان امبارح، هو الكونفرنس ده كان امبارح قبل المباراه، وحث اللعيبه طبعا على اهميه المكسب، وان احنا بنمثل مصر، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نتاهل للاولمبيات من المغرب هنا. وطبعا ليه مردود حلو، يعني بقول لك انا يعني الدكتور اشرف تقريبا معانا في كل معسكراتنا، معانا متابع معانا يوميا
كل حاجه بصراحه. المعالي الوزير على اتصال بينا دائم يعني، موفر لنا كل حاجه اذا كان هو ومجلس الاداره يعني، الحمد لله كل حاجه يعني من الجانب الاداري والحاجات دي كلها متوفره الحمد لله يعني، مفيش حد معانا مقصر في حاجه. بإذن الله. كابتن محمود حرب أنا بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق لكم يا رب في مباراة مالي والجابون، منتخبنا يقدر يقتنص 6 نقاط ويتأهل للدور التالي.